أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من عين على الإمارات معي أنا أسيد خرسات. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على القطاع العقاري في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن يشهد انخفاضات تصل نسبتها إلى 10% خلال 2019، وأيضا 62 مليار درهم هو حجم استثمار الإمارات في البنى التحتية بالنسبة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و680 مليون درهم هو صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2019. قبل الخوض بالتفاصيل دعونا نستهل الحلقة بجملة من أهم وآخر الأخبار الاقتصادية الإماراتية. ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات البترولية الهيدروكربونية للإمارات 29 مليار و600 مليون درهم في عام 2018 بنسبة نمو 14% لتصل إلى 243 مليار درهم مقارنة مع 214 مليار درهم في 2017، وذلك وفقا للبيانات المعدلة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2018 بالأسعار الجارية 931 مليار درهم مقارنة مع 814 مليار درهم في عام 2017، وذلك بمعدل نمو بلغ 14%. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 36%، وذلك بقيمة 376 مليار درهم خلال العام الماضي، مشكلاً ما نسبته 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب تقديرات المركز الإحصاء أبوظبي لعام 2018. ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الأول من العام 2019 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الرابع للعام 2017، حيث سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 140 نقطة مقارنة ب 135 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و 137 نقطة في الربع الرابع من 2018. وكان المؤشر الذي يصدره قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي كل ثلاثة أشهر قد سجل 139 نقطة في الربع الرابع من 2017. نبدأ هذه الحلقة من القطاع العقاري في دولة الإمارات، والذي يشهد انخفاضات في أسعار الإيجارات والبيع على حد سواء في شتى الإمارات، وذلك نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب. ولكن من المتوقع أن تصل الأسعار إلى القاع في نهاية 2019 بحسب الدراسات أو آخر الدراسات المتخصصة، وذلك نتيجة إطلاق العديد من العروض التحفيزية للمستثمرين أيضاً والمستأجرين، وذلك للتملك بدلاً من دفع الإيجار. هذا إضافة إلى القانون الجديد الذي صدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يسمح للأجانب بالتملك بالنسبة للعقارات. لنتابع. حركة تصحيحية واضحة تطال سوق العقارات وبأنواعه المختلفة خلال العام 2019 لتنخفض بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بحسب النوع والمنطقة في الإمارات بشكل عام وفي إماراتي أبوظبي ودبي بشكل خاص، وذلك بحسب آخر تقرير لشركة JLL. وفي ظل تلك الانخفاضات وبهذه المرحلة من الدورة القطاعية للعقارات، يرمي المستثمرون شباكهم لاقتناص الفرص وتحقيق عوائد مجزية تتناسب مع مخاطر صيدهم في تلك الظروف. وكمعدل عام يصل العائد على العقارات في الدولة إلى نحو 11%، والذي يعد جيدا جدا إذا ما قورن مع دول أخرى. وقد شاركت أكثر من 80 شركة ومطور عقاري من 10 دول حول العالم في الدورة 13 لمعرض سيتيسكيب أبوظبي 2019 لعرض آخر مشاريعهم وتقديم عروض مغرية وتنافسية تطال الجودة وعمليات الدفع والخدمات المساندة أو المصاحبة للعقار. أبرز النقاط هو الابتكار. الابتكار مثلا أقول لك التصميم الجيد دايما ليه مردود، والتصميم الجيد اللي بيتبع كمان أبحاث وتفاصيل أكتر عن نمط الحياة بتاعت البني آدم، لأنه نمط الحياة بتاعنا
الأبناء دلوقتي بيتغير كل يوم. التكنولوجيا والعصر اللي احنا فيه بيغير نمط الحياة بتاعتنا كل يوم، فإحنا دايما بنحب نبتكر، ودي حاجة لما بيكون السوق في الحالة اللي هو فيها دي حاجة كويسة جدا للمستثمر وحاجة كويسة جدا للعميل. ومع إطلاق العديد من المشاريع العقارية في الإمارات وخصوصا في أبوظبي ودبي، رجحت كفة العرض بشكل واضح عن كفة الطلب العقاري، فمن المتوقع تسليم نحو 3500 وحدة عقارية في العاصمة الإماراتية خلال العام 2019، وبما يدنو من 30,000 وحدة في دبي خلال العام الجاري كذلك، مع انتهاء العديد من المشاريع التي أطلقتها الشركات والمطورون خصوصا بعد فوز الإمارة باستضافة إكسبو 2020، في الوقت الذي لم يخلو فيه معرض سيتيسكيب عن مشاركة الإمارات الأخرى لجذب مزيد من المبيعات والاستثمارات العقارية. الهدف من مشاركتنا في سيتيسكيب أبوظبي عرض مدينة تلال العقارية التي تقع على شارع الإمارات. مدينة تلال العقارية مشروع متعدد الاستخدامات، مساحته أكثر من 25 مليون قدم، تملك حر لجميع الجنسيات، وتلال العقارية تعتبر من أول مطور عقاري في إمارة الشارقة، وطبعا هي شركة شبه حكومية. والله احنا سبب مشاركتنا في سيتيسكيب أبوظبي هي جلب الاستثمارات لإمارة الشارقة، والحمد لله من اليوم الأول يعني في إقبال على الستاند عندنا. وقد تخلل المعرض عدة جلسات تم تسليط الضوء من خلالها على المنظور الجديد للعقارات من تطور واتساع استخدام التكنولوجيا، والتي تشكل عامل جذب للمستثمرين ومعيار تنافسي ما بين الشركات العقارية. التشريعات في القطاع العقاري والخطط التحفيزية الاقتصادية والبنى التحتية والسياحية، إضافة إلى عروض الدفع المغرية، كلها عوامل قد تدفع أسعار العقارات إلى الارتداد والانتعاش ولو جزئياً، مع توقعات بوصول المرحلة التصحيحية إلى القاع بحلول نهاية 2019. وعلى هامش معرض سيتيسكيب أبوظبي 2019، كان لـ CNBC عربية لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري السيد فرهاد عزيزي، والذي أشار بأن المحفظة العقارية لدى الشركة قد وصل حجمها لنحو 45 مليار درهم، وموضحا بتسليم الشركة نحو 3500 وحدة في 2019. هناك حالياً 70 بناءً قيد الإنشاء، وهناك 120 بناءً في طور التصميم. هناك أيضاً عملية إطلاق كل شهر. في هذا العام سنسلم 3500 وحدة سكنية، وفي آخر أبريل نيسان سوف نسلم أول بناء في مدينة دبي الطبية، وفي ديسمبر كانون الأول سوف نستكمل المرحلة الأولى من الريفيرا في مشروع الميدان، وسنسلم 5 أبنية كبيرة في الفرجان، كما سنسلم أيضا في النخلة في مشروع الميناء، ونحن أمام عام من الإنشاء والتسليم. لكن المشروع الأثير على قلبنا والذي ننشغل به حاليا هو مشروع الميدان، فنحن لا ننشئ أبنية فقط بل مجمعا سكنيا كاملا، ونحن فخورون بهذا المشروع. تبلغ قيمة محفظتنا الإجمالية بحدود 45 مليار درهم، هي محفظة كبيرة جدا، ونحن نتطلع إلى زيادة حجم هذه المحفظة في السنوات المقبلة التي نعمل بها هنا، كما نتطلع أيضا إلى المزيد من المشاريع حتى 2025 أو 2027، ونعمل على التوسع. ننتقل بكم من القطاع العقاري إلى قطاع الاتصالات، حيث تستحوذ دولة الإمارات على ما نسبته 27% من إجمالي الإنفاق الخليجي على التكنولوجيا والاتصالات بشكل عام، والتي قد نمت أو ارتفعت بنحو 3% خلال 2018 على أساس سنوي، مسجلة نحو 62 مليار درهم، مع توقعات باستمرار نمو هذا الإنفاق خلال السنوات القادمة، وذلك نتيجة الإنفاق على البنى التحتية بما يتلائم مع تقديم تقنيات الجيل الخامس. نتابع المزيد في هذا التقرير. تقنيات الجيل الخامس الـ5G وصلت إلى مراحلها النهائية لإطلاقها تجارياً في عدة دول في المنطقة، مع استثمارات قدرت بمئات المليارات صرفت على البنى التحتية للتهيئة لإطلاق هذا الجيل، والذي تصل سرعته أضعاف الجيل الرابع الحالي بنحو 100 ميجا في بعض دول الخليج. عشرات الشركات والمسؤولين في قطاع الاتصالات في المنطقة اجتمعوا تحت منصة قمة قادة الاتصالات التي ينظمها مجلس دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات سمينة،
التي استضافتها إمارة دبي، والتي ركزت على أهمية تقنيات الجيل الخامس وأهم متطلبات هذه المرحلة ومدى استعداد دولهم وجاهزيتها لإطلاق شبكات الجيل الخامس. وبحث مشغلو الاتصالات والمشاركون في القمة أهمية التقنيات والأطر القانونية المرتبطة بالجيل الخامس والتطبيقات المستخدمة وأسعار الترددات، كما ناقشوا ضرورة التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتهيئة البنية التحتية الملائمة لهذه الشبكات الجديدة. في الأول طبعا لازم نقول إن احنا مسرورين جدا إن احنا في دولة الإمارات and في Middle East in general. This is يعني one of the pioneer regions in the world to have 5G، مش بس في تطبيق الشبكات كلها بس برضو في الـ innovative services وفي الـ smart cities وفي الـ industries. فاحنا يعني very excited ان احنا موجودين في الريجن ده. هي من ناحيه بقى 5G is not by itself. انت عندك في حاجات كتير، في 5G AI cloud، they all come together عشان يعملوا new generation من الاختراعات وال economies، better economies for everybody. So احنا دايما بنقول ده هيعمل لنا حياه افضل للناس، هيعمل لنا بزنس احسن للاورجانيزيشن، وهيعمل لنا ايكونومي احسن لكل الدول. وبحسب بيانات مؤسسة IDC العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات، وصل الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات إلى 62 مليار درهم خلال عام 2018، مقارنة بنحو 60 مليار درهم خلال 2017، بنمو نسبته 3%، ومستحوذ الإمارات على ما نسبته 27% من إجمالي الإنفاق الخليجي على هذا القطاع، والبالغ نحو 235 مليار درهم. وقد ناقشت القمة جاهزية البنى التحتية وما تعاني منه الشركات والمشغلين من صعوبات وتحديات، وذلك لتوفير الخدمات بشكل أسهل لسكان منطقة الخليج والوطن العربي بشكل عام، إضافة إلى القيام بوضع الأطر القانونية لتتبناها الدول فيما يخص تطبيقها لتقنيات الجيل الخامس وتحديد النطاقات والترددات الخاصة بها. وطبعا الموضوع المهم لهذا المؤتمر هو ايش؟ هو تحديد النطاقات للجيل الخامس من الاتصالات. وطبعا احنا كاتحاد دولي للاتصالات ومنظمة تابعة للأمم المتحدة نقوم بمساعدة ودعم الدول الأقل نموا كذلك في المضي في تطور وأحداث التشريعات. المنطقة العربية في تكافؤ كثير ما بينها. تقنيات الجيل الخامس ستؤثر بلا شك على العديد من القطاعات الاقتصادية وزيادة استخدام التكنولوجيا وعمق تأثيرها على القطاعات المختلفة، خصوصا مع الدول التي تتجه إلى الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وللحديث أكثر عن تقنية الجيل الخامس أو ما يسمى بال 5G في دولة الإمارات ومدى الجاهزية لتقديم هذه التقنية، كان لـ CNBC عربية لقاء مع الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمؤسسة أو الحوكمة المؤسسية في مجموعة اتصالات السيد خليفة الشامسي، والذي أشار باستثمار المجموعة نحو 4 مليارات درهم، وذلك في البنى التحتية لتقديم تقنية الجيل الخامس، وموضحا بأن اتصالات جاهزة لتقديم هذه الخدمة، ولكن بصدد انتظار الأجهزة الملائمة أو التي تتناسب لتقديم هذه الخدمة. طبعا خدمة الـ 5G من الخدمات اللي راح تسبب ثورة كاملة في مجال الاتصالات والهواتف المتحركة. بدينا نحن بتطبيقات الـ 5G وتجارب الـ 5G من 2014، وبدينا نعرضها للجماهير من سنة 2016 من خلال معرض جايتكس 2017-2018. قمنا في شهر مايو 2018 بإطلاق الشبكة الجاهزة لخدمة الـ 5G. بس مثل ما تعرفون أن الهواتف المتحركة المتطابقة مع خدمة الـ 5G لحد الحين ما نزلت المنطقة، يعني شفنا في العالم بداية وصول الهواتف في كوريا، ونتطلع إلى قدوم الهواتف هاي للمنطقة هاي خلال أواخر شهر 5 وشهر 6 إن شاء الله. من ناحية الشبكة جاهزة، بنينا شبكة متلائمة مع خدمة الـ 5G، وراح نوصل عدد المحطات قبل نهاية 2019 إلى 1000 محطة. ما حجم الاستثمارات على البنى التحتية سيد خليفة في اتصالات لتقديم هذه أو للوصول إلى هذه المرحلة لتقديم خدمة الـ 5G؟ وطبعاً خدمة الـ 5G تتطلب من الدرجة الأولى ببنية تحتية لتوصيل محطات الـ 5G بالفايبر.
والحمد لله في دولة الإمارات الفايبر موجود على 96% من البيوت والمكاتب، فالفايبر هذا استثماراته مطبقة من السابق. في استثمارات طبعا حق ما يسمى بمودرنايزيشن للنتورك، تحديث للشبكات وبالأخص شبكة الـ 5G، فقامت اتصالات برصد مبلغ 4 مليارات درهم في 2019 لهذا الغرض، تحديث الشبكات وإدخال شبكة الـ 5G. بلغت حجم المحفظة العقارية في دبي للاستثمار نحو 2 مليار درهم. سوف نتابع المزيد حول هذا الموضوع أعزائي المشاهدين، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. توقع محللون في الأسواق المالية الإماراتية لCNBC عربية بضخ أكثر من 700 مليون دولار كاستثمارات أجنبية على سهم بنك أبوظبي الأول والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتيجة أو مع توقعات بزيادة وزنه في مؤشر MSCI، وذلك نتيجة رفع نسبة تملك الأجانب من 20 إلى 40%. نتابع المزيد أعزائي المشاهدين في هذا التقرير. بداية مبشرة للأسواق الإماراتية لفترة الربع الثاني من العام الحالي، هذا ما أجمع عليه مدراء كبار شركات الوساطة العاملة في هذه الأسواق من خلال لقاء برنامج التميز للوسطاء الذي يستضيفه سوق دبي المالي بهدف تكريم الشركات التي تتميز بخدمة عملائها. فقد أجمع مدراء هذه الشركات على أن هناك حالة من الزخم والانتعاش تعيشها الأسواق الإماراتية في شهر أبريل الحالي بدعم واضح من القطاع المصرفي. شهر 4 الحقيقة كان نقدر نقول من أفضل الشهور اللي عدت أو آخر الأسابيع اللي عدت في الأسواق الفترة السابقة، خصوصا عن نهاية الربع الأخير من سنة 2018. نقدر نقول كمان أن في عدة عوامل لعبت دور مهم أن احنا نشوف السوق بيتحرك تحركات إيجابية وأحجام التداول بتتحرك تحركات إيجابية. عندنا الاندماجات الحاصلة في الأسواق، عندنا الريبالانسينج بتاع مورجان ستانلي، احنا متوقعين يبقى حسب ما الأرقام متداولة في ما بين 700 مليون ل 900 مليون دولار على أقصى حد، وده طبعا كمان هيخلي فيه انفلو داخل على الأسهم اللي هيحصل لها ريبالانسينج أو الويت بتاعها هيزيد في المؤشر. كمان الجديد اللي احنا ملاحظينه ان العملاء الأفراد أو المستثمر الفرد بقى مهتم ان هو يتابع المؤشرات دي والريبالانسنج بتاعها بصوره دوريه لاستفاده من الريبالانسنج اللي حاصل. بنك ابوظبي الاول كان نجم التداولات خلال الاسبوع الحالي بلا منازع، وخصوصا بعد ان اعلن عن رفع نسبه التملك الاجنبي من 25% الى 40%، الامر الذي ادى الى ارتفاعات قويه على سهمه وصلت به الى اعلى مستوى له على الاطلاق، نتيجه التوقعات التي تشير ان البنك مرشح الى زياده وزنه ضمن المراجعه القادمه لمؤشر MSCI في مايو المقبل، والذي سينتج عنه دخول سيوله اجنبيه تقدر بنحو 700 مليون دولار. طبعا المحفزات الرئيسية اللي دعمت الأسواق في الوقت الحالي زي ما احنا شايفين كانت منها زيادة السيولة. انت لما تيجي تقارن والله أداء الربع الأول بالأداء الحالي دلوقتي، في ارتفاع أكتر من 30% في أحجام التداول بالنسبة للسوقين كومباين، وده مدعوم أكتر بعملية الكونسوليديشن اللي احنا بنشوفها، الاندماجات اللي حصلت في القطاع البنكي والأخبار المدرجة اللي بتفيد الانتقاء طبعا الاستثمار في السوق على الأسهم المدرجة والعوائد القوية اللي هي موجودة في الأسهم البنكية، فهذا بيفيد أكتر من محفز لاستمرار المحفز الإيجابي اللي بيحرك فيه الأداء السوقي في الوقت الحالي. اللي احنا بنشهده في الوقت الحالي هو زيادة أحجام تداول زي ما قلنا، وكمان مقررات سعرية تعتبر تاريخية. انت لما تيجي تقارن أسواق الإمارات بأسواق المنطقة وحتى الأسواق العالمية، هتقدر تلاحظ أن أسواق الإمارات بتتداول على مقررات ربحية مغرية جدا للاستثمار مقارنة بهذه الأسواق. الزخم على أسهم القطاع المصرفي أدت إلى ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 11% منذ بداية 2019 مخترقا مستويات 2800 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6% إلى ما فوق 5200 نقطة بنهاية جلسة 15 من أبريل.
وصولا إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات، مع توقعات لأغلب المحللين باستمرار حالة الانتعاش في هذه الأسواق للفترة القادمة نتيجة جاذبيتها مقارنة مع أسواق المنطقة. فهل تصدق هذه التوقعات؟ مستمرين معكم بالأسواق المالية الإماراتية، وبالتحديد في سوق دبي المالي. كان لـ CNBC عربية لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي للسوق السيد حسن سركال، والذي أشار بأن صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2019 قد وصل إلى نحو 680 مليون درهم، مستحوذا على نحو 65% من إجمالي التداولات في السوق خلال تلك الفترة. أما فيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي فقد أوضح بأنها قد سجلت نحو 490 مليون درهم. نتابع المزيد في هذه المقابلة. طبعا إذا بتكلم عن الربع هذا، الربع الأول من هذه السنة، عندنا المؤشر ارتفع 4.2%، وطبعا كان مدعوم بقطاع العقار وقطاع البنوك، طبعا مقارنة بآخر ربع من السنة اللي فاتت. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فالاستثمار الأجنبي بلغ 6.7 مليار درهم اشترياتهم، وهو يمثل تقريبا 65% من التداولات الإجمالية. وإذا أخذنا الصافي الاستثمار مالهم فكان 680 مليون درهم، هذا بالنسبة للاستثمار الأجنبي. بالنسبة للاستثمار المؤسسي كذلك كان تقريبا 6.6 مليار درهم مشترياتهم، ويشكل 55% من إجمالي التداولات، والصافي ماله تقريبا 492 مليون درهم. فالحمد لله يعني في اقبال، نتمنى ان الاوضاع تتحسن والتداولات تزيد، والاوضاع طبعا السياسيه حولنا تهدى، فان شاء الله نامل ان تكون هاي السنه سنه خير على الكل ان شاء الله. وعلى هامش الجمعيه العموميه لشركه دبي للاستثمار، كان CNBC عربية لقاء مع العضو المنتدب للشركة السيد خالد بن كلبان، والذي أشار بموافقة الجمعية العمومية على توزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح نقدية عن عام 2018، وموضحا بأن الشركة تسعى لخلق صندوق عقاري تقدر قيمته ب 2 مليار درهم. أداء الشركة في 2019 أعتقد أنه بيكون إن شاء الله أداء إيجابي، النتائج الربع الأول نتائج إيجابية، وحقيقة يعني لا تحضرني النتائج لأن بعد ما تم تجميعها، وأنت تعرف التجميع تم عن طريق 40 شركة، فصعب علي أقول لك إنها، ولكن أتوقع أنه يعني تكون نتائج إيجابية. هناك عدة يعني مبادرات تقوم فيها الشركة في الوقت الحاضر عشان نضمن استمرارية الأرباح الجيدة للشركة، وهي يعني خلق صندوق عقاري في المستقبل القريب. نتوقع أن بعد 4 أسابيع يتم إعلان عن هذا الصندوق، وهذا صندوق عقاري تقريبا حجم الصندوق العقاري تقريبا 2 مليار درهم، تساهم دبي للاستثمار في حدود 40 أو 45% من نسبته من حجمه، وهذا سوق يعني سيسجل في سوق دبي المالي، بيكون في إصدار أول بحد أدنى 350 مليون بحد على 600 مليون، يعتمد على شهية المستثمرين. ولكن هذا الصندوق أعتقد أن يعني سيقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين كل ربع سنة، يعني ما تقل عن 7% سنويا. فأعتقد أن هذه المبادرة يعني اشتغلت عليها دبي للاستثمار لفترة، وخذنا الموافقات النهائية من عدة جهات بما فيها هيئة الأوراق المالية والسلع. المبادرة الثانية هي بيع حصة تقدر أو التخارج من شركة إيميكول تقريبا بحصة تعادل 30%، وجاري المفاوضات مع 4 مستثمرين محتملين، وتم تقديم طبعا تم عرض الشركة لهم، وتم عرض البيانات المالية، والحين في موضوع أن
التفاوض على قيمة هذه الشركة بعد إجراء التقييمات الضرورية من قبل هؤلاء المستثمرين. وهذا حقيقة النشاط يعني نحن يعني شغالين عليه. نعتقد بعض المبادرات اللي ستقوم فيها شركة المال كابيتال من ناحية خلق صناديق إضافية في مجالات مختلفة، أعتقد أنها ستؤدي إلى تعزيز أرباح الشركة، وبالتالي تنعكس أرباح شركة المال على أرباح شركة دبي للاستثمار. ناهيك عن مجهوداتنا في خلق كيان مالي له أركان بنك أو بنك أركان إن شاء الله في المستقبل، وإحنا في يعني في المراحل النهائية في انتظار الموافقة النهائية من سوق الخدمات المالية في دبي، ونبدأ في تأسيس هذا البنك إن شاء الله. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم بخير.